مبدئيا كده كان يوم مهبب بستين نيلة لما جت للمؤلفين فكرة السفر عبر الزمن والعوالم الموازية. كانوا جايبين كده البطلة واخدة في ايدها حبيبها مسافرين من وكالة أليس عام 2050 لعالم موازي في الماضي سنة 1992 عشان تجيب كتاب اسمه النبوءة من بيت معين. وأول لما راحت لقت شخص كده سابقها هناك وقتل صاحب البيت عشان الكتاب برضه، ففرتكته قبل ما يقتل بنت صاحب البيت هي كمان، وخدت هي وحبيبها الكتاب ومشيوا. وكان حظ كحلي يوم ما اكتشفت ان هي حامل في الوقت ده، وكان تفكير معاق لما قررت تفتح كتاب النبوءة وتقراه، وكان قرار مصيري عليه العوض فيه لما تخلت عن حبيبها اللي قالها تتخلص من الجنين عشان اكيد اتعرض لإشعاع وهم مسافرين واحتمال يطلع مش طبيعي، فانفصلت عنه وفضلت عايشة في سنة 1992 واختارت ابنها. ابنها لما اتولد وكبر دخل الحضانة، المدرسة كانت بتتصل بيها تقول لها الحقي ابنك لما بيجي يلعب بيقص ودان الأرانب يا فرحتك بيه، وطلع بقى ملوش مشاعر ولا إحساس، لكنها حاولت تربيه وتطلعه ابن ناس. ولما بقى كده فعلا وبقى ذوق لأول مرة جاب لها تورته في عيد ميلادها بيحتفل بيها، اتقتلت في نفس اليوم والطريقة مجهولة، عشان كده قرر ان هو يطلع ضابط ويجيب حقها. وفي خلال حياته قابل مجرمين باين عليهم ان هما مش من الزمن ده لكن من عالم تاني، ده غير انه لقى مع واحد فيهم كارت غريب شبه اللي مع مامته بالظبط، فشك ان ده اللي بيخليهم يتنقلوا بيه عبر الزمن، فقرر انه يدور على حد عنده دماغ يتكلم معاه. فسمع عن دكتورة فيزياء كبيرة وهو رايح لها، كانت المفاجأة طلعت شبه مامته بالسنتوفة، مقدرش يمسك نفسه اللي هو تعال في حضن اخوك يا فواز. طبعا الدكتورة اتخضت في الاول افتكرته مختل متحرش بتبلغ الشرطة، اكتشفت ان هو ضابط اصلا. ملحوظة كانوا جايبين ان هي تعتبر بس شبيهة مامته مش مامته نفسها، يعني ما يعتبرش ان ده ابنها ولا ليها اي صلة بيه، وطلب منها تشوف الكروت الزمنية دي حوارها ايه بالظبط. فهي في الاول كانت مطنشاه ومش مستريحاله، على عكسه كان مستأنس بها قوي. بعدين لما شافت الكروت فعلا بقت هي اللي بتدور عليه، عشان لقيتها ان هي حاجة مش عادية. هو انت بتقولي ان مامتك كانت ربت منزل يا راجل؟ ده انت شكلك من موزمبيق. ده الكارت اللي معاها معمول من مواد مش موجودة في عصرنا الحالي. والفضول بقى خدها وقالت له بص وريني كده حاجات مامتك، بس هي بقى ايه قعدت تنعكش في حاجات مامته بمنتهى الاهمال، فقفل منها وقال لها انا غلطان اني جبتك اساسا وانسي كل اللي قلته، انا مش عايز منك حاجة. بس هي كانت هتموت وتاخد الكروت بتاعته تاني تعمل عليها بحث، فبدأت تطرد وتعمل حركات تليق بمكانتها كدكتورة، مرة تتمسكن مرة تقوله يخرب بيت الصدف اللي بتجمعنا ده قدر ده ولا ايه، ووصلت ان هي حاولت تنشله لكن مفيش فايدة. بس في مرة حس ان هي في خطر وهو في طريقه عشان ينقذها، شالته عربية. بس انتقل لسنة 2010 في اليوم اللي اتقتلت فيه مامته وماتت قدامه تاني وقلباه، وقبلها قالت له عيش بسعادة وما تحاولش تقفش المجرم اللي قتلني وفكك مني، وخدت الكارت بتاعه ورجعته لزمنه تاني 2020. في الوقت ده وكالة أليس اللي لسه شغال فيها أبو البطل كانت مسؤولة ان هي بتصفر عملائها عبر الزمن وترجعهم بأمان مهما كان. مجرمين بقى ناس كويسة لازم يحموهم ويخفوا اي حاجة تدل عليهم، فكانوا بقى قلبين الدنيا على الكروت اللي مع البطل. فنلاقي شوية حلقات كده ان ابو البطل بيخش مع ابنه يلطشوا في بعض، مش متوقعين ان ما بينهم صلة رحم وحرام اللي بيعملوه ده. ما علينا، البطل بعديها رضي عن الدكتورة وسلمها الكروت تاني، فوكالة أليس
رصدت مكانها، وأبو البطل راح يخلص عليها، بس لما لقاها شبه حبيبته اتردت. والبطل لما دخل عليهم ولقى إن حياة الدكتورة هتبقى متعرضة للخطر بسبب الكروت دي فسلمها لهم، لكن الزئردة الدكتورة كانت عاملة نسخ منها، والدنيا بعديها فتحت عليها فتحة مش عارفة تلاقيها تموت منين ولا منين، من وكالة أليس ولا من راجل شبيه النينجا بيخلص على كل العلماء اللي بيفتشوا ورا السفر عبر الزمن، وكمان بيدور على كتاب النبوءة. ولما طب في بيت البطلة يقضي عليها الحسن الحظ، البطل كان موجود وعرف ينقذها، لكنها اتخطفت برضه. وقبل ما النينجا يقتلها وقعوا هما الاتنين من فوق السطح، بس هي بقى كانت نشلت الخلبوسة كارت سفر النينجا، فهي سافرت سنة لقدام والنينجا بقى جثة هامدة. ساعتها البطل حط في جسمه تتبع عشان عارف ان وكالة أليس مش هتسيبه في الزمن ده، وده حصل فعلا. ولما لحقهم عميلة من هناك حاولت تقتله، والسبب مبهم، عرف يوقف الزمن والرصاصة ما جاتش فيه، وفي نفس الوقت رجع الدكتورة لزمنها الحاضر ومعندوش اي خلفية عملها ازاي. سر باتع. المشكلة الدكتورة لما سافرت سنة 2021 اكتشفت ان البطل اتقتل، وفي فلاشة معاها بتورط ضابط زي ابو الروح كده، اقرب واحد ليه ويعتبر مربيه بعد وفاة مامته مشتبه في قتله، فلما رجعت من المستقبل حذرت البطل منه. والحقيقة ان هو طلع هو كمان تبع وكالة أليس، بس مش وحش، وضحى بنفسه عشان يدافع عن البطل. اتقتل على ايد واحد علامة كده يعتبر الدراع اليمين للمجرم الحقيقي، بس هرب. وفي خلال الاحداث دي كان ابو البطل عرف مين ابنه وان حبيبته اتقتلت، فقرر ان هو كمان يدور على الجاني الحقيقي ويحمي ابنه والدكتورة. كان هو يعتبر الوحيد الصالح في وكالة أليس، الباقي كلهم ولاد 60 في 70. ده حتى طردوا الدكتورة وعايزين يقتلوها للمرة 70، ولما البطل جه يلحقها انفجرت بهم العربية هما الاتنين، بس ما ماتوش وسافروا قرب اليوم الزفت اللي مامته هتموت فيه. ساعتها الدكتورة لما قابلت مامة البطل رجعت لها ذكريات كتيرة جدا، وعرفنا ان هي البنت الصغيرة اللي كانت في اول المسلسل اللي ابوها اتقتل قدام عينيها ومامة البطل انقذتها، وافتكرت ان هي كانت قارية كتاب النبوءة كله، والكارثة ان اخر صفحة فيه كان مكتوب ان الابن هو اللي هيقتل مامته، والحل الوحيد لايقاف السفر عبر الزمن ان البطل يتقتل. والبطل شاف ان شبيهه في الزمن ده مريب جدا، وللمرة التالتة مامة البطل اتقتلت قدام عينيه. المؤلف حب المشهد ده قوي والقتل قلب المرة اخلص على الدكتورة، والبطل هو بيلحقها الطعن، لكنه عرف ينقل نفسه مع الدكتورة لسنة 2020 الزمان بتاعهم. هننتقل بقى المرحلة تالتة خالص، وكالة أليس بدأت تقتل واحد واحد عارف حوار السفر عبر الزمن، وخطف الدكتورة، فتعاون البطل مع بابا ان هم يسافروا الزمن وكالة أليس ويلحقوا البطلة، بس ابوه قال ايه عمل نفسه لأول مرة مسؤول ويحمي ابنه، حط له منوم وراح لوحده، واحنا فاكرينه بقى عمل خطة عميقة. اول لما لقى الرجل العلامة الدراع اليمين للمجرم هناك سلم سلاحه وقال له عشان خاطري وريني الدكتورة، وبعدين لقيناه لقيم مخبي سلاح جوه، قلت بقى هياخد البطلة وهيعمل هوايل، لقيته سلم السلاح تاني والراجل العلامة ضرب عليه النار. والحقيقة شخصية مساعد المجرم ده ضعيفة جدا، يعني ممكن يموت بكف على الوش بعكس ابو البطل، بس كانت مكتوبة له ان هو يموت وخلاص. ولما البطل بالسلامة وصل قتل الراجل العلامة. بدأت بقى الاحداث تجيب لنا شلل كوزاحي، وده نوع من الشلل بيجي للكيدرامية بس عندما يتوقف العقل عن استيعاب الحاجات الهلامية اللي بيعملها المؤلفين. فهنشوفه هيظهر قدامنا المجرم الحقيقي، وهنعرف ان الشيء الخزعبالي ده المفروض البطل في سن كبير، وهو اللي بيعدي في كل العوالم الكونية والابعاد الزمنية يقتل البطلة.
والحمد لله كان موفق انه يقتل الدكتور. طب هي البطلة كانت متخانقة مع المؤلفين او المخرجين، عملت حاجة غلط مثلا؟ ايه البؤس ده، نركن ده على جنب خالص، مش مشكلة. يلا قبل ما الشيء الخزعبلي ده يقتل البطل كمان، لقينا البطل رجع لليوم الطين اللي مامته اتقتلت فيه، وحاول ينقذها من نسخته الشريرة ويشوف مشكلة اهله ايه. طلع يا عيني عنده عقدة نقص معقد، وقال للبطل امنا دي بتاعت مصلحتها يا معلم، اصرت ان هي تجيبنا عشان لما قرت كتاب النبوءة عرفت ان احنا هنقدر نتحكم بالزمن، وده مفيد جدا لمصلحتها. البطل ما اقنعتنيش، صدقني لقتلك. قامت الام واخدة المسدس وقتلت نفسها. اذكر اكتر واحدة اتقتلت في مسلسل واحد، عملت كده عشان لو حد فيهم قتل التاني هما الاتنين هيختفوا للأبد، فبتحب كده تضحي بنفسها من الوقت للتاني. فالشيء الخزعبلي ده الصدم من تصرفها، ايه ده يعني انت ما بتعمليش ده عشان مصلحتك؟ حتى بعد ما البطل ضربه برصاصة في منتصف الجبهة كان لسه قاعد مصدوم نص ساعة كده، لغاية الحمد لله لما تكرم ومات واختفى من على هذا الزمن، والحياة عملت ريستارت من أول وجديد من بداية اليوم المشؤوم اللي مامة البطل بتموت فيه. بس المرة دي اليوم ده عدى بسلام، والبطل اطمن عليها واختفى هو كمان المفروض من الوجود خالص، واللي فاضل منه نسخة ابن البطلة لما الحياة ابتدت من أول وجديد، وكل طاقم العمل اللي اتقتل في المسلسل رجع يعيش تاني. لو انتوا حاطين امل ان انا هفهمكم النهاية، فامل نفسها بتسبلي بدون اي منطق. الدكتورة طلعت فاكرة كل الاحداث اللي حصلت مع ان الباقي بلح، حتى البطل نفسه مش فاكرها، ولما بيشوفها ما بيعبرهاش، لكن كان بيرسم كده رسومات طشاش، ذكريات بتيجي في دماغه، وهوبا لقيناه لحقها وقال لها انا اسف جدا ان اتأخرت عليكي. اتأخرت عليها ازاي وانت المفروض شبيه البطل على حسب السياق الدرامي؟ حتى انت في الزمن ده طالع مهندس مش ضابط، هو احنا ناقصين اعاقة؟ ما هو فينا اللي مكفينا. والحقيقة بالنسبة لي احسن حاجة حصلت في الحلقة الاخيرة كنت مركزة مع الشارع اللي تقابله فيه، لما هروح كوريا لازم اسكن في شارع نظيف زي ده. عامة المسلسل لغاية الحلقة الـ14 احداثه خطيرة وجامد جدا ومشوق، اخر حلقتين لا فيهم منطق ولا ابداع، والسيستم اللي مبني عليه كل المسلسل وقع وضاع. فلو لقيتوه من فضلكم ودوه لأقرب مخرج. القناة دي فيها بنوتة لطيفة بتشارككوا حياتها. أما عن أسماء بنزي الجميل، دعاء محمد فتحي، نورهان محمد فتحي، سارة، سمية، نرجس عادل، دنيا عدلي، حوراء، زهراء، رنا، إيمان رأفت، تسنيم. أما عن الرسائل، شيماء العمري بتقول ينفع تدعولي يا جماعة أن أنا أشوف ابن أخويا الصغير بقالي شهرين ما سمعتش صوته، وتسنيم بتقول لكم تقول يا جماعة عشان لازم أقفل الإنجليش وأخش مدرسة لغات، ومايس السيد بتقول لكم دعولي يا جماعة عشان بابايا تعبان قوي، وأنا أحب أقول للوجين محمود إني بموت فيها. وكانت معكم لبنى ماجد، ودي نعويضة من قناة كوريا أنيون.